بص حبيبي انت الفي ام ان تي زيرو اللي هو بتاع البريدج هنا معمول ايه؟ بريدجنج هنا شغال اوتوماتيك. يعني ايه اوتوماتيك؟ لو تيجي تبص عندي هنا اوتوماتيك معناها ياخد اي كارت متاح. لو انا عايز اقول له لا استخدم لي كارت الوايرلس هختار ده الوايرلس بتاعي. خلاص يبقى كده يستخدم كارت الوايرلس. لو عايز اقول له لا يستخدم كارت الوايرد هعلم عليه واقول له اوكي. عايز اقول له اوتوماتيك اخرج من اي كارت متاح اوكي. معايا؟ تمام. في بقى طريقة تانية اكتر ادفانسد اكتر، ان انا اقول له كل جهاز من دول يخرج على انه كارت نتورك. يعني عندي كارتين شغالين وكل جهاز يخرج على انه نتورك. خد بالك ان انت لو عملت هنا غيرت في البريدجنج هيبقى للكل. يعني انا لو غيرت هنا بدل اوتوماتيك خليتها يخرج من كارت الوايرلس، فكل الفيرشوال ماشينز اللي على جهازي هتخرج من الوايرلس. يا شباب الناس مستوعبه الكلام؟ ساعتها كله هيخرج من الوايرلس. طيب وبعدين لا احنا ممكن في حته تانية بقى في الفيرشوال ماشين نفسها في الايديت سيتنجز، بس طبعا هو مش هيتحالي دلوقتي عشان المكنه احنا عاملين لها ستوب. يعني لا هي شغاله ولا هي مطفيه. بتيجي على كارت النتورك هنا من دول وتظبطه وتقول له ايه انهو كارت نتورك اللي تديهوله لان سيجمنت، وتختار له ايه كارت النتورك اللي انت عايزه. معانا شباب؟ اهو هنا بنختار الكارت الكاستم اللي انا عايزه. طيب خليه بس يكمل هنا. انت دلوقتي فهمت انت تقدر تتحكم في انهو كارت نتورك اللي يشتغل وانهو اللي ما يشتغلش في البريدجد؟ شكرا لحبيبي. طيب ثواني بس عشان زميلنا احنا او اي حد من زمايلنا اللي كاتب حاجه اللي ما عندوش مايك او شيء، فايه نشوف بس الايه اسئله بتاعته. حقه علينا وحقهم علينا. نشوف اوبن افتح يا عم. هو المشين دي لما بتيجي تشتغل بتستهبل الدنيا كده اهو. تعالى يلا بسم الله الرحمن الرحيم. زميلنا محمد الغمدي قايل كان يو يوز في ام وير انسايد ان اوريدي رانينج في ام وير. ممكن نستخدم في ام وير جوه الفي ام وير. مش كل البروسيسورز بتدعم الخاصيه دي يا محمد يا غمدي، ان انت تعمل مكنه في ام وير وتسطب جواها. يعني مثلا مكنه بالفي ام وير مثلا ويندوز 10 وجواها تحط برنامج الفي ام وير وتسطبه. مش كل المكن بيدي لك القصه دي. الهاردوير بيحتاج حاجات معينه في الهاردوير وهنشوفها مع بعض. الهايبر في برضو بنعملها كده بنفس الطريقه ديت بنشغلها برضو. هنشغلها ان شاء الله مع بعض. بس يعني مش كل الماشينز بتدي لك الخاصيه ديت. انسايد اوف اوريدي رانينج خلاص. فور اكزامبل يور خلاص انت فهمت يعني. خلاص اي دونت هاف مايك. السؤال الثاني واتس ذا ديفرنس بتوين بي سي رانينج ويندوز سيرفر اند ا سيرفر ماشين اتسيلف. ايه الفرق ما بين جهاز شغال عليه ويندوز سيرفر او السيرفر ماشين؟ جميل، سؤال حلو. بص يا حبيبي مش كل سيرفر اشتريته او جهاز سيرفر، يعني عتاد سيرفر اللي احنا خدناه مع بعض ده اللي هو اللي احنا دخلنا على النت وشفناه بتاع دل ده وجبته بقى سيرفر. ليه؟ ما يبقاش سيرفر الا ما تحط عليه اوبريتنج سيستم سيرفر. ما انت ممكن تنزل عليه ويندوز 10 هو بقى سيرفر دلوقتي؟ ما بقاش سيرفر. فهمت؟ فما بقاش سيرفر يا معلم. طيب ممكن تجيب كيسة كمبيوتر عادية. استاذن حضرتك ثانية واحدة. ممكن تجيب كيسة كمبيوتر عادية وتروح رايح حاطط عليها ويندوز سيرفر بقت سيرفر. بس برضه ليا تعليق، السيرفر ما يبقاش سيرفر الا لما يقدم خدمة. يعني لو جبت نسخة ويندوز سيرفر سطبتها على 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 جهاز سيرفر هاردوير سيرفر او كيسة كمبيوتر عادية وما قدمتش بيها خدمة ما بقتش سيرفر، بقت كلاينت اوبريتنج سيستم عادي جدا. خلاص اتفضلي حضرتك.
طب ما من غير ما نعمل كذا ماشين، من غير ما نعمل ماشين عينينا 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 من غير ما نعمل ماشين، هي نفس الماشين ممكن نحولها بريدجد، ممكن نحولها ناتنج، هنشوف مع بعض. نفس الماشين، هي نفس الماشين، مش محتاج ان انا نعمل كذا ماشين مثلا اشوف الفرق بينها. عينيا حاضر. طيب بصوا يا شباب، تسلم. لا لا، عنينا 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 عنينا، مفيش مشكلة، تحت تحت أمرك. طيب الناس شايفة الشير بتاعي دلوقتي شغال؟ طيب هكمل بس زميلكم قال حاجة وهكمل، هكمل بعديها. سيرفر أند خلاص. What's the difference between a PC running Windows server أو and the server machine؟ خلاص itself. Also why is it different is it preferred to use server than PC؟ احنا اتفقنا ان احنا العتاد بتاع السيرفر او الهاردوير بتاع السيرفر اقوى من بتاع البي سي، مصنع ان هو يدوم اكثر واقوى ويتحمل، والخامه بتاعته نظيفه افضل، و يعني هقول لك كل حاجه فيه مجهزه لانها تشتغل فتره اطول وتستد لكده. طيب these days you can get a very high end PC with 8 hard disks and with powerful processors. صحيح في ورك ستيشن فيها بتحط فيها 8 هاردات وتشتغل زي الفول، ورك ستيشن ديل ورك ستيشن بتنزل كده مفيش مشكلة عادي، وتقدر تستخدمها على انها سيرفر. وممكن لابتوب خربان خالص وتشغله سيرفر، وممكن حاجة تانية خالص، ممكن حاجة تانية خالص انت ممكن تشتغل راسبيري باي يا راجل، تشغلها تشغل عليها فيرتشوال ماشين. طيب تعالوا بقى هنا نشتغل على الجهاز اللي قدامنا اهو. طالب مني هو بيقول لي انا ادمنستريتور لليوزر الاولاني ادمنستريتور، بعد كده لازم نغير كلمه ادمنستريتور دي يا جماعه عشان لو حد بيعمل اتاك عليك اوريدي هو عارف ان في ادمنستريتور. لا انت غيرت له، مفيش ادمنستريتور اساسا، انت كده لغيت له نص المشوار، لاني انا لو هعمل اتاك على سيرفر عارف ان في يوزر اسمه ادمنستريتور، دي يبقى انت كده ناقص لي ان انا اجيب الباسورد بس، صح؟ يبقى حته من حته اللي عشان اللي قدامي اغلبه وياخد وقت اطول في موضوع ان هو يعمل هاكينج عليا، ان انا اعمل له ايه؟ ان انا اعمل له اغير له الادمنستريتور باسورد. بس طبعا الكلام ده لما ادخل جوه هقول، بيقول لي اعمل باسورد. الباسورد اللي هو بيحتاجها بتبقى كومبلكس باسورد. كومبلكس باسورد يا جماعه لازم تكون حروف معقده، وطبعا هتبقى كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني زي ما تعملها في كابيتال ليترز وكلام من ده او سمول ليترز تبقى زي ما هي. هو هنا هيحتاجها وهنشوف الكلام ده ان شاء الله في البوليسيز، هيحتاج ان تبقى على الاقل 8 حروف، وتبقى حروف وارقام وحاجه من الوايلد كارد. الوايلد كارد اللي هو الات والاس دولار ساين والهاشتاج والحاجات دي. فانا هقول له ايه؟ اي اس دي 1 2 3 ات ات، ما كتبتش حاجه. اي اس دي 1 2 3 ات ات، يا رب بس يكون كتبه. كتبه ASD 123 at. طب ليه الباسورد دي باسورد انا بعملها لاي ماشين؟ عشان انت الماشينز اللي هتعملها داونلود هتلاقي الباسورد بتاعتها كده، انت غيرها براحتك بس انا اعملها ستاندرد عشان ما تغلبش. ASD 123 at. خلاص تمام فينش كده المعلم ايه خلص. تعال نشوف الكونفيجريشن بتاعت النتورك بتاعته، وتعال نشوف زي ما زميلتنا سالت او احنا لو عملناه هوست ازاي، لو عملنا مثلا بريدج ازاي، هنشوف الكلام ده مع بعض. هجهز لكم ماشين على الجهاز التاني بالمره تشوفوها. مفيش ماشين اساسا عليها اعتقد، هشوف كده. طيب طبعا احنا من ضمن الحاجات لازم اعمل انستليشن للفي ام وير تول عشان اعرف اخد كوبي وبيست من بره وبتاع، الموضوع يبقى اسهل بالنسبه لي. بس واحده واحده يعني. طلب مني الباسورد اللي انتوا عارفينها اي اس دي 1 2 3 ات ات، موضوع بسيط. زي ما حضراتكم شايفين الباشا دخل والنتورك دخلت والدنيا تمام زي الفل معايا.
المفترض ان فيرتشوال ماشين بعد ما نزلتها كده اقول له انستول في ام وير وايه واقول لها انستول، ويبدا ان هو ايه يسطبها لي على الجهاز وبعد كده يعمل ريستارت عشان اقدر اخد كوبي وبيست من بره لجوه والشاشه تكبر معايا. يعني بيديني امكانيات ايه كتيره. طيب الويندوز سيرفر الباشا نزل خلاص وزي الفل، كارت النتورك زي ما انتم شايفين تحت اهو شغال. لو جينا بصينا هتبص هتلاقيه خد الاي بي اوتوماتيك، اهو بصوا معايا كده خد اي بي اوتوماتيك من النتورك بتاعي 192.168.100.112 خد اوتوماتيك. طب ليه خد اوتوماتيك؟ لان هو معمول بخاصيه البريدج، معمول له بريدج، وبالتالي هو ايه واخد من الاي دي اس ال مودم اي بي اوتوماتيك. طيب فرضا يا عم محمود انت لا انت مش هتخليه بريدج، يبقى هو كده بريدج عشان كده واخد من النتورك اللي انا فيها. انت كده فاهمها يا فندم؟ فاهم البريدج؟ بس بدريه حضرتك فاهمها؟ الجزئيه بتاعت البريدج دي فاهمها؟ تمام. لو قلت له نات مش لازم تكوني فاتحه المايك، يعني لو بس تجاوبي على قد السؤال وخلاص خدي راحتك، يعني ما فيش مشكله ما تتعبيش نفسك. هقول له هنا سيف اهو كده انا حولته ان هو ينقل على النات. النقل على النات هنا خدوا بالكم بقى من الحته دي واوريها لكم اكتر. هو نقل نات هنا، بصوا خد نتورك برضو خد نت. ليه اخد نت؟ لان جهازي فيه انترنت. بس خدوا شوفوا الاي بي اللي هو خده، هاخد اي بي مختلف هتشوفوا كده معايا وهقول لكم فين. بصوا معايا يا ولاد خد اي بي 192.223، كان في 100 هنا ليه 223؟ لا خد من كارت نتورك تاني، مش فاهم حاجه. طيب تعال اوري لك في الويندوز لان الموضوع هنا مش 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 يعني مختلف عندك في لينكس عشان تفهمه، محتاج اشرح لك ان الدنيا هنا مش درايفات عباره عن فايلات وحاجات مني، فالاحسن ان انا اوريها لك على الماشين التاني. ثانيه واحده معايا. في ان سي الجهاز بيستهبل ليه كده؟ يلا اهو تمام. بصوا يا اولاد احنا دلوقتي دخلت على الجهاز الويندوز 10 الحقيقي تمام. لو جيت بصيت حضراتكم هتلاقي في ماشين شغاله هنا بس كوماند لاين، سيبك منها. انت لو جيت بصيت هنا في السيتنجز عندي زي ما كنا دلوقتي من شويه، فكان في بريدجد انا اخترت نات. لما بختار النات بيروح ينقل فين بقى يا باشا؟ اهو تعالى هنا بقى هينقل هنا، شايفين كروت النتورك دي يا رجاله؟ هي دي بقى، هو كارتين نتورك وهميين هو منزلهم، واحد منهم نات في الغالب بتالي ون ده. خلينا نعرف نشوف، خلينا نشوف مين فيهم النات ومين منهم مش نات عشان بس الناس تفهم. اوف اديت فيرتشوال نتورك اديتور، نفس الكلام فيرتشوال ماشين في ام وير موجود على مين؟ على الويندوز تمام. اهو في ام ان تي 1 ده الهوست اونلي، لا في اللي هو في ام ان تي في ام نت 8 اللي هو ده. فانا لما اخترت نات عندي في الجهاز راح رايح واخد من انهو كارت؟ الكارت ده ياخد منه نت، الله اللي هو ده الكارت ياخد منه نت. انتوا عارفين الكارت ده عامل ايه؟ موصل نفسه بالاولاني، موصل نفسه بيه وبيقول له ايه؟ بيقول له انت واخد نت معايا. فاهمه؟ الو لو انا بختار النات، لما انا بختار كلمة نات هنا شايفة النات ديت معايا؟ سامعاني؟ طب الصوت بيقطع عندي انا عندكم يا شباب ولا تمام؟ الصوت مقطع. طب دلوقتي تمام ولا لسه بيقطع؟
تمام دلوقتي. طب الحمد لله. طيب لما انا بختار نات معايا رجاله، لما بقى طيب انت مالناش دعوه بالاوبونتو، سيبك من الاي بي، ما حطيتش فيه اي بي، خلاص ركز معايا الحته دي وهرجعها لك تاني. حاضر. بص معايا، النات في ام نت، في ام نت 8 ده كارت، لما انا بسطب الفي ام وير بيسطب لي كارت الثلاث كروت، كارت يعمل لك بريدج يطلعك بره، وكارت بتاع الهوست اونلي، وكارت بتاع النات. حلو الكلام؟ في تقطيع في الصوت ولا الدنيا تمام؟ حلو قوي. انا لما بختار من الداخل من هنا بقول له نات، فبيروح لي على كارت النات اللي هو ده، اللي هو ده. طب كارت النت ده عامل ايه؟ كارت النت رايح مكلم الكارت الاصلي اللي هو اللي في الشمال اللي في اليسار ده خالص، بيقول له انت الاي دي اس ال مودم بتاعي، انا هاخد منك نت. حلو الكلام؟ معايا يا فندم؟ سامعاني؟ طيب طب هي سامعاني برضه هي كمان ولا بيقطع عندها؟ انت عندكم تمام. طيب الكارت ده بيعمل ايه يا باشا؟ ياخد من بابا الكبير ده اللي في الاول، بياخد منه نت. حلو؟ ويدي للناس، يدي لزمايله انترنت. فلذلك انت لما بتيجي تختاري كده، لما جينا نختار نت راح رايح لي على كارت النات وقال له انا هاخد منك انت، لو انت واخد نت اخد منك نت. كده مفهومه ولا لسه؟ كده فهمت يعني بجد والله ولا في مشكله والناس خايفه تقول مش فاهمين؟ الكارت الثالث انت ما شفتوش عشان هو مستخبي ورا البريفليج اهو، هوريهولك. انت ولد حلو. بص يا معلم، ده كارتين اللي انت شايفهم، الكارت الثالث اهو تشينج سيتنجز، وطالب منك ادمنستريتور تكتب باسورد لو في باسورد، او لا يعني لو انت عامل باسورد اهو كده هيجيب لك الثلاث كروت. ظهر الثلاث كروت دلوقتي، هو مخبيه تمام اهو عشان ما يعيش اي حد يلعب فيه. تمام؟ فهنا جايب لي كارت النتورك، هو ما فيش غير كارت نتورك واحد اللي موجود في في المكنه اللي هي الكمبيوتر الديسك توب ديت، ف بيقول اوتوماتيك نفس هي هو نفس الكارت اوتوماتيك اي حاجه. ف اوكي، فزيرو اللي هو ايه البريدجد نت، واخد بالك اللي هو ايه الهوست اونلي ده نت، سوري النت اللي هو 8، واخد بالك انت؟ طيب والهوست اونلي اللي فوق ده اللي هو واحد. طيب انا لما جيت هنزل الشاشه عندك هنا عشان تشوف، انا لما جيت اخترت النت راح فين؟ راح رايح للكارت اللي هو 8 وقال له يا باشا لو انت واخد نت اديني نت، لان هو واخد نت من بابا من الاساسي. وصلت كده؟ طيب لكن طب افرض الكمبيوتر الاساسي مش واخد نت، خلاص طالما انت واخد نت يبقى هو زي ما هو، انا الكمبيوتر الاساسي مش واخد نت يبقى انا مش هاخد نت. شفتوا الدنيا؟ بس بدريه حضرتك فاهمه؟ اي اتفضلي. ايوه يقدروا، احنا لما هندرس النت. طيب تمام، فاكره وانت طفله صغيره، هرجع بيكي 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 لورا شويه، فاكره وانت طفله صغيره، طفله صغيره 4 سنوات 5 سنوات كده، حلو كنت لسه يعني لو يعني لو غلطتي غلط مش بتضربي عليه صح كده؟ لو في يوم انت ضربتي حد من جيرانكم مثلا او 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 بنت خالك او بنت عمك او كده، ضربتيها خبطه كده، مش ساعات كنت تروح تستخبي ورا ماما او ورا بابا حد منهم اللي بيخبيكي مثلا صح؟ اهو النت ده كده، يعني يعني الاجهزه، الجهاز ده لو اخد نت يقدر يخش على الاجهزه اللي معايا في النتورك، لكن هم ما يقدروش يدخلوا عليه. فهمتي حاجه؟
فهمتوا حاجة يا رجالة؟ اتفضل. تاني تاني تاني، انا لو اخترت ناد دلوقتي وقلت له سيف، خلاص اهو، حلو الكلام بقى. الباشا اللي قدامنا ده، الجهاز اللي قدامي ده، يقدر يدخل نت؟ اه يقدر يدخل نت. يبقى يقدر يروح لحد الانترنت؟ اه عادي نت، طالما جهازي ياخد نت هو ياخد نت. طيب يقدر يبنج الاي دي اس ال مودم بتاعي؟ اه يقدر يا عم، يقدر يبنجه ازاي؟ ده الاي دي اس ال مودم بتاعي، الاي بي بتاعه، واخدين بالكم؟ الاي بي بتاعه 192.168.100، اي بي تاني مختلف، عادي يقدر يشوفه. يقدر طيب يخش يعني سي مثلا، انا اقدر اقول له باك سلاش باك سلاش كده مثلا، وبعدين اقول له خش على الشير بتاع الجهاز اللي جنبي ده 192. هو الجهاز ليه بطيء كده قوي؟ سبحان الله، لا الجهاز بيستهبل النهارده. طيب 192، اه سوري انا اللي قافل بتاع 192 168 190 تقريبا، كان اللي هو الفيرشوال، سوري الجهاز الكمبيوتر اللي جنبي، ثواني كده. تسعين، بسم الله الرحمن الرحيم. خدوا بالكم، خد مني، طلب مني ايه الباشا؟ ها؟ طلب مني ايه؟ ايه ده؟ ها؟ بس باسورد ويوزر نيم يدخل على الجهاز اللي جنبي اللي اي بيو 192.168.100 90؟ يا عم ايه العبط ده؟ ده الاي بي بتاعي مختلف خالص في نتورك تانية. ازاي حصل ده؟ حد يعرف؟ ايوه، لا بيطلع شبكه لشبكه، يعني بيعمل نص راوتنج، بيعمل نص راوتنج مش راوتنج كامل، ما ده احنا هندرسه في راوتنج ان شاء الله. بص الاي بي 192.168.223.129، شايف؟ اي بي مختلف تماما. ازاي انا بكلم ده؟ انا مش حاطط راوتر بيني وبينه، لكن لا بص، الفيرشوال ماشين اللي انت حاططها دي على الرغم من انها واخده نات، ولكن تقدر تتكلم اي جهاز في النتورك بتاعتك بالاي بيهات بتاعت الاي دي اس ال مودم والنتورك اللي انت فيها. يعني تقدر تكلم اي جهاز له اي بي مماثل لاي بي الهوست اللي انت قاعد عليه، السيرفر اللي انت قاعد عليه، الجهاز اللي انت قاعد عليه. وصلت يا شباب ولا ما وصلتش؟ اه ما يقولكش فايس فيرسا، ما يقولكش العكس بالعكس، لا ما ينفعش، عند بابا هناك الكلام دوت مش هنا. وصلت يا معلم؟ وصلت يا باشا؟ بس بدرية وصلت؟ بالظبط كده، بالظبط، لان البابا الاساسي الهوست الاساسي بيقدر يتحور معاهم، فانا اقدر اتحور معاهم، بس هم مش شايفيني، انا عمال اضربهم زي ما انت، زي ما انت وانت صغيره كده كنت تضربي بنت خالتك وتجري تستخبي في ماما، اهو نفس الكلام. هو ضرب، بيضرب اللي جنبه ويقول له بينج ويخش ياخد منهم داتا، لكن هم ما يعرفوش يخشوا عليه وياخدوا منه داتا ولا يبنجوا عليه. معايا؟ معايا يا شباب؟ تمام. طيب هما افضل حاجتين احنا محتاجينهم كان الهوست والايه، سوري اللي هو اللي اسف النات والبريدجد. اما الهوست اونلي لا، خليك تعامل مع بابا، بنج على بابا على الجهاز نفسه اللي انت قاعد عليه، لكن ما تروحش للبي سي التاني. بنج على زميلك، لو زميلك هوست اونلي برضو او موجود معانا في نفس النتورك ما فيش مشكله، فقلت له سيف ومعايا فيرتشوال ماشين على نفس الجهاز اللي انا قاعد عليه اللي عليه اللينكس ده، اتس اوكي okay. نكلم بعض، لكن ان الداتا تخرج من بره كارت النتورك بتاعي او تروح للاكسس بوينت اللي انا واخد منها نت وايرلس، او تطلع على كابل النتورك وتروح رايحه للشبكه، لا مستحيل، الباكيته مش هتخرج بره جهازي. وصلت يا رجاله ولا ما وصلتش؟ تمام، حضرتك فهمت يا مس بدريه؟
اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. ده يا سيدي ويا ستي الفرق ما بين الايه الهوست والايه سوري النات والبريدجد والهوست. طيب هوقف التسجيل النهارده ان شاء الرحمن، هستأذنك ثانيه واحده ثانيه واحده حاضر بس، وهرفع لكم الفيديوهات بتاعت النهارده في فولدر الفيديو، وهنبعت اللينكات ليكم كلكم ان شاء الرحمن بأمر الرحمن معانا، والناس تحضر. طيب التحضير ايه بقى؟ الواجب ايه؟ الواجب ايه علينا النهارده؟ هننزل برنامج الفي ام وير، ونخش ننزل ويندوز 7 ويندوز اكس بي من الـ من الـ من الاو اس من اللي هو بتاعت الاوبريتنج سيستم دي، الفولدر اللي هو اللي اسمه اوبريتنج سيستم دوت اللي انا حاطه لك في الفولدر اللي على جوجل درايف، وتعمل لنا ماشين زي اللي قدامنا دي. يعني انا عايز الواجب الناس تعمل لي فيرتشوال ماشين عليها ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 اي حاجه اي حاجه، ويندوز سيرفر 2016 اي حاجه، ويندوز 2019 اللي يريحك. خلاص ده الواجب بتاعكم النهارده ان شاء الرحمن، وهشوفه بكره باذن الله باذن الله. اتفضل حبيبي اسال سؤالك، ولو كده عشان بس اوقف التسجيل اتفضل. لا هو بص مش هيختلف في الارقام اللي هو مديها لك، ان هو عايز رامات قد كذا وهارد ديسك قد كذا. هو بيكلمك يعني لو خدت بالك ال 512 هو بيحط لك دي على في ام وير اساسا، مش على جهاز حقيقي، يعني لان مفيش جهاز حقيقي راماته 512 ولا مثلا ولا بروسيسور 1.4 وهكذا. لكن هو هيجي يكلمك في الهايبر في، يقول لك لا انت بقى راعي بقى لما تيجي تحط كذا ماشين كل ماشين تاخد قد ايه، لان في الاخر بتخصم وليها حساباتها نبقى ناخد بالنا منها. اتفضل. ويندوز سيرفر هيبقى اكيد دومين كنترولر، مش لازم انت اللي مش لازم هنزل ويندوز سيرفر عشان يبقى دومين كنترولر، ممكن اعمله هايبر في سيرفر يشيل مكان هايبر في، صح؟ ممكن يبقى دي ان اس سيرفر، ممكن يبقى ويندوز سيرفر ابديت سيرفر، ممكن ويندوز ديبلويمنت سيرفر، يعني ممكن يبقى دي ان اس سيرفر بس على حسب حجم الشركه، ممكن يبقى ويندوز سيرفر وعليه اكستشينج. اتفضل. ايه هي ليه الفرق؟ الفرق ولما يخش يوزر ريموت هتفرق في ايه يعني؟ ايه الفرق؟ وان بعض قال ان بعض الناس قالت في فرق، انا مش شايف فرق، يعني انا مش شايف فرق. ما هو طيب اي التايم؟ ال ان تي بي سيرفر؟ تمام ماشي، ده 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 التايم. لكن انا انت بتتكلم في التايم، التايم ده اللي هو بياخده من الهاردوير اللي انت قاعد عليه، من البطاريه، من الشاشه، من الجهاز، تمام، من الجهاز اللي انت قاعد عليه. لكن اي خواص تانية انت عايزها ما فيش حاجه. دي اتش اس بي اللي هو عايزه هنا نفس المتطلبات هنا، هي المتطلبات هنا. الاختلافات في اختلافات بسيطه بعدين هتاخدها بامر الرحمن لما ندرس الهايبر في والشغل على الهايبر في باذن الله. ده في الهايبر في. طيب احنا مش هايبر في دلوقتي، احنا في ام وير. في ام وير دي مكنة عادية يا ابني. بص الفي ام وير، بص ما تلخبطش بين الاثنين. مايكروسوفت لعبها لك لعبة بشكل معين، وفي ام وير لعبها لك لعبة بشكل تاني. الفي ام وير اللي قدامك دي هي مكنة زيها زي سيرفر تاني، بتعمل اللي هو التاني بيعمله، فاهمني؟ لما هتيجي تشتغل على هايبر في التاني له مقاييس تانية شوية بيلعب بيها، ماشي براحته، لكن يعني في اختلافات برضه. فلما نيجي نشتغل على التاني هتلاقي الموضوع فيه اختلافات بسيطة فيه كده، تمام؟ تسلم حبيبي. طيب اللي كان رافع ايديه اللي عنده سؤال اتفضل يسأل. طب اوقف التسجيل، طيب اشوف حد لو عنده سؤال. طيب معلش حد تاني مش هو.
ممكن ماشي في ام وير قصدك مش في ام ار. خلينا وسط كراوتر. اه تمام تمام خلاص تمام. اتفضل حبيبي اتفضل. سيف.